15 من الزيتون 10/1/2012. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف دنات أولاد الكلب بيت الأسد لوين وصلت. عفاف محمود الصراقبي، شوف شوف شو هذا يا زميلي يا خالي، هاي راحت هي وأبوها عطرطوز وأمها، هلا صار 16 يوم الأب ما مبين وبعثوا لنا هاي الصغيري. هاي التعذيب، هاي إيديا، هاي ظهره، هاي ظهره، هاي إذا تو وحدي عند الحاجز صب تدمر، وهلا جبناها من هنيك طريق تدمر، هاي طريق الشبيحة، هاي بطنها هون. أود بركة تحكي معنا على الجوال. أربع شهور حتى أطفال الصغار ما عم يستلم التعذيب بيت الأسد. لهون وصلت الدنابت نفس معه. هاي الأب لسه ما مبين، هاي إيديا. والأب مجهول مصير، والوالدة ما معرف شي عنها. أثار التعذيب على إيدين، هرجي على إيدين. أثار الضرب. طفل صغير 4 أشهر، يا عالم يا عرب، وين حقوق الإنسان؟ عرب فورم، عرب فورم. هذا طفل بريء، هذا الوش هذا بتعزه، هذا فورم فورم العرب فورم، خايبين العرب خايبين. قلت لا بالله، هاي بطاقة شكر للأمير العربي على المراقبين تبعوته. وهي الكلب بتعمل يوم خطاب المراقبين، اجوا شوف تطبيق البروتوكول العربي، صار رفض تهريب الاسلحه لسوريا. وابوه عاجز، حتى ابوه عاجز،